شي مرة عاملين ميك اب ومستعملين غراض من المطبخ؟ اليوم رح نعمل ميك اب ورح نستعمل غراض من المطبخ لنعمل فول فيس ميك اب. فأول شي حبلش بالحواجب ورح استعمل صابونة للحواجب، رح رش عليها شوية مست أو شوية مي. عطيو أحسن من البراش، حسيتهم ثبتوا محلهم. هلا رح طبق الفاونديشن، عم بستعمل من بنفيت هيلو هابي، رح طبق فاونديشن بليفه الجلي على وجهي، خلينا نجربها. هلا رح استعمل كونسيلر من لوريال انفاليبل 24 اورز، رح طبق منه تحت عيني، حجرب ادمجه بسبون. هلا حندمج بالسبونج. هلا رح نعمل كريمي كونتوري ورح نستعمل الفنجان. حاخد ايد الفنجان وحدد فيها خد عندي. كمان حنستعمل ليفت الجلي لحتى ندمج الكريمي كونتورينج. حطيت ليكويد بلاش وهلا كمان حادمجه بليفت الجلي. حثبت كل شي عملته باللوس باودر وحاستعمل معه ليفت الجلي. هلا للاي شادو رح استعمل باليت من ماكس فاكتور ورح طبقه بالسكين، يعني ماشي الحال، برقع شوي، برقع كثير قصدي. حطبق الماسكارا بس رح استعملها مع فرشاية الاسنان، عم بستعمل بوبا فامب سكسي لاشز. للبستك حاستعمل ميبلين سنسيشنال ليكويد مات ورح طبقه بملعقة. And that's it. هيك بنكون عملنا فول ميك اب باستعمال غراض من البيت. واكثر شيء حبيته بهذا التشالنج هي فرشاه اسنان مع الصابونه، لانه عملت فورم للحواجب كثير حلو. جربوا هذا التشالنج انتم، خبروني اي اكثر شيء حبيتوه.